عشر أسئلة عاوز كل واحدة بيتقدم لها واحد علشان يخطبها تسأل خطيبها في العشر أسئلة ديت. على فكرة مهمة قوي، هتقدر من خلالها ان هي تعرف عقليته، تعرف تفكيره، تعرف مدى يعني إقباله على الزواج، هو عاوز يعيش ازاي، هيحيا ازاي، مفهومه ايه عن الحياة الزوجية. خلي بالك وركزي قوي في الأسئلة دي، على فكرة مش عيب ولا غلط انك تقولي وتكتبي في ورقة كده او في نوت عندك انه انا ممكن اتكلم معاك في حاجة. وعلى فكرة ممكن تشوفيه مرة واثنين وثلاثة مدام ان دي رؤية شرعية وفي بيتك، وقت البيوت من ابوابها، مفيش اي مشكلة خالص. وفي وجود ايه؟ وفي وجود محارم. اول سؤال تسأليه لخطيبك ايه؟ قولي له ايه هي الصفات اللي انت تحب تشوفها او عاوزها تبقى موجودة في شريكة حياتك. هو برضو ممكن يسألك برضو الأسئلة دي، الأصل إن هي إيه يعني للبنت، عشان البنت عايزة تطمئن، عاوزة تعرف إن يعني ده مناسب لها ولا مش مناسب لها. ومن خلال إجابات خطيبك على هذه الأسئلة أنت بقى بعقليتك وبمفهوميتك وبقراءتك للموقف وبردوده اللي حضرة وبذهنه وبعقلانيته ويعني هدوئه ورزانته، تعرفي بقى بعدها تقيمي تاخدي خطوة اوافق ولا ما وافقش، افكر ولا احتاج ان انا اتكلم معاه تاني في حاجة او اسأله في حاجة. يبقى اسأليه انت الصفات اللي انت تحب تشوفها، لان خلي بالكم يا جماعة وانا بقول الاسئلة ديت ليه، لان على فكرة بتكون باك جراوند او صورة كده ذهنية وصورة وخلفية عن شريك حياتك اللي هو ايه، عاوز يتجوز ليه، هو عاوز ايه، رؤيته واضحة ولا مش واضحة، هو عاوز وخلاص يتجوز عاوزين يفرحوا بيه ولا هو جاي وعاوز عنده هدف وعنده طموح عاوز يحققه. يبقى اول حاجة تسأليه الصفات اللي انت عاوزها في شريك الحياة، عشان برضو يبقى مثلا ممكن يقول انا عاوز ايه، انا عاوز واحدة بيضة بس اللي قاعدة قدامه سمرة، خلاص يبقى ده اول دروب. طب انت حد عايز واحده بيضه ولقيتها سمراء او قمحويه، يبقى ده مش طلبك، انت العنوان غلط، عشان ما يحصلش بعد كده اصل انا والله يعني ما كنت متردد. يبقى من الاول والحاجات دي برضو نركز فيها، ده رقم واحد. رقم اتنين في من الاسئله اللي تساليها لخطيبك، انت علاقتك بوالدك ووالدتك واخواتك ايه، علاقتك بوالدك ووالدتك واخواتك ايه، علشان اللي ما فيهوش خير او اللي ملوش خير في اهله في والده في والدته في اخواته، والله ما هيبقى فيه خير لحد غيره. لو هو مش بر بابوه وامه مش وحتى لو بر بغيره بزوجته، ربنا سبحانه وتعالى لن يبارك له في حياته. ده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الوالدين في سورة الأحقاف، ووصينا الإنسان والديه إيه؟ إحسان. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحملوه وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. خلي بالكم بعد ما اتجوز بقى وعنده أولاد، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. يبقى حتى بعد الجواز ما تشغلش عن أبوه ولا عن أمه. فدي مسألة مهمة قوي، لأنك أنت هتعرف ممكن تقول إيه، طب أنا علاقتي إيه بوالدي ووالدته، ده أنا هقعد في شقة لوحدي ولا في فيلا لوحدي ولا في بيت لوحدي، أنا مش هخدمهم، ده أنا في بعيد عنهم. بس هو لو هو بر بيهم ربنا هيبارك لي فيك وهيبارك لك فيه وهتبقى حياتكم مستقرة. ما مش بر بيهم وعاق هيعود يدعو عليه، وكفاية حتى لو ما دعوش عليه مش هيبقوا راضين عنه، لو مش راضين عنه معاملته ليكي مش هتبقى حلوة، وهيبقى التخبط والمشكلات في الحياة كتير. فحتى يطمئن قلبك اسأليه علاقتك بوالدك ووالدتك ايه. وممكن برضو احنا نجمع ده من خلال سؤالنا الاهل والجيران والاقارب والاحباب، اي حد يقدر يدينا معلومة نسأل في نقطة دي. اتنين تلاتة، اسألي خطيبك انت طموحك ايه، انت عاوز تبقى ايه. طبعا هنعرف هو شغال ايه اصلا قبل ما يجي، احنا عارفين هو شغال ايه، شغال مدرس، شغال موظف، شغال مهندس، شغال طبيب، شغال اعمال حرة، خلاص احنا عارفين. طب انت طموحك انت عاوز توصل ليه، بتفكر في ايه في المستقبل، ولا محلك سر، ولا هتجيب ورا. دي نقطة مهمة. انا برضو بارفض يا جماعة، عشان برضو ممكن واحدة مثلا لك انا متقدم لواحد بس بيدور على شغل بس لسه ما اشتغلش، اقول لها لا. ليه؟ لانه ممكن يقعد بعد الجواز سنة واثنين وثلاثة بيدور على شغل، ولا ما انت واخداني كده، او ابوه وامه يصرفوا عليه، وهذه مشكلات لا نهاية لها. رقم ثلاثة. رقم اربعة، قولوا له انت تصورك ايه عن الزواج. ده سؤال قوي. انت شايف الزواج ده عبارة عن ايه؟ هل متعة؟ هل بنتجوز زي اللي بيتجوزوا، ولا انا عاوز حد كده يفكر معايا يعيش معايا يشوف حاجتي،
نكون أسرة، نجيب أولاد، نبقى نكمل الرسالة، كل الحاجات دي تصوره عن الزواج دي حاجة كويسة. رقم 4. رقم 5، قولي له هو أنت اجتماعي ولا انطوائي؟ أنت بتحب تتفاعل مع المجتمع ولا انعزالي؟ كمان أصدقائك، تحب في أصدقائك إيه؟ ده السؤال إيه؟ الخامس. السؤال السادس، عندك أي مشاكل صحية؟ عندك أي عيوب خلقية؟ طبعا هو ظاهر قدامك، بس هو ممكن يكون عارف إنه داخل على سكر ما يقولكيش، ممكن يكون عارف إن عنده مشاكل في الكبد، ممكن يكون عارف إن عنده مشاكل في القلب، ممكن يكون عارف عنده مشاكل في الأعصاب، ممكن يكون عارف إن هو رجل لا يقوى على الزواج ولا يقدر على الزواج. لو أنت ما عرفتيش الإجابة في ده أو هو ما صرحش في ده، فهو غشك. لو هو عنده سكر ولما تقدم لك ما قالكيش إن أنا عندي سكر أو عندي مرض مزمن، هذا غشكي وخانكي ولم يحترم الأمانة. لازم يبقى واضح. ده رقم كام؟ 6. رقم 7، انت الوقت اللي انت فاضي فيه بتعمل فيه ايه؟ بتمسك الموبايل؟ بتتفرج على التلفزيون؟ ولا انت عندك حاجة بتشغل بيها وقتك؟ ده رقم 7. 8، انت بتحب العمل الخيري؟ يا جماعة يا الأسئلة دي مهمة، صدقوني مهمة، علشان ما تبقاش حياتكم سطحية، علشان ما تبقيش موافقة على حد بشكل سطحي. يلا اصل انا عايز اتخطب، اصل انا نفسي اتخطب، اصل زميلتي اتخطبت، اصل جارتي اتخطبت، اصل قريبتي اتخطبت، اصل صاحبتي اتخطبت. الموضوع مش كده خالص خالص. ان يجيلك الشخص المناسب اللي يصونك ويحفظك ويحترمك ويقدرك ويسعدك احسن ما يجيلك اي حد ويلا وبعد سنة اتنين لا مفيش تفاهم ولا في تناسب ولا في توافق، انا عايز اتطلق. تمام؟ يبقى ليك نشاط خيري وتطوعي، يعني بتحب تعمل خير ولا لا؟ رقم 8. رقم 9، هل تحب اهلك يتدخلوا في اي مشكله ما بيننا؟ تحب ان والدتك تبقى عارفه اللي ما بيننا؟ شوفي اجاباته ايه. لو قال لك اه انا ما بحبش اخبي حاجه عن اهلي، ده يتخاف منه. انتوا عارفين اللي هو ابن امه او ضعيف الشخصيه؟ لا، مش عاوزينه، عاوزين يبقى هو حر قرار، وعاوزينه يتفق معاكي وانت تتفقي معاه من اول الخطوبه. اللي ما بيننا محدش يعرف الا اذا تفاقمت الامور، اللي يعرفه ابوك او والدك ووالدتك او والدي ووالدتي، ونبقى نحافظ على بيتنا، نحافظ على سرنا. والمرأة تتصف بقول الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب، وهو أيضا لا يفشي سر الحياة الزوجية. السؤال العاشر والأخير، هل ضروري نجيب أولاد في سنة أولى زواج؟ هل لازم نخلف ونجيب عيال في سنة أولى زواج؟ دي مشكلة. ليه؟ المشكلة مش إن احنا نجيب عيال، لا، المشكلة في إنه يعني يحصل تفاهم ما بين الزوجين في هذا الأمر، لأنه هي المشكلة ديت أو السؤال ده بيترتب عليه إنه مدى احترامك لرأي خطيبتك أو رأي زوجتك. والله ممكن وقتها أو عاوزة تقعدي شهر اتنين تلاتة لحد ما تحسي بالزواج أو بفرحة الزواج، لأن في واحدة ممكن تحمل من أول شهر خلاص بقى، يعني طعم الزواج اللي هو خليته أول شهر وخلاص. وحتى كمان هي لو هي حامل قبلها بكام يوم كده بيبقى إيه، بتحس بألام بقى وتحس إن هي عايزة تنام، فخلاص ما تهنكش يعني. فده أمر يكون لو هي عاوزة وفرحانة ونفسها عشان تفرح خلاص يبقى تضرب ببالك. هي مش عاوزة وقالت له ممكن بعد شهر بعد اتنين بعد تلاتة، يا ريت يوفوا أوضاعهم في هذا ويبقى في احترام لوجهات النظر. هذه عشرة أسئلة، هذه عشرة أسئلة من الخطيبة لخطيبها أو من المخطوبة لخطيبها. لما يجيلك تسأليه الأسئلة دي مش عيب إنك تكتبيها في ورقة وتسأليه وتبدأ وتتناقش فيها، من خلال إجاباته عنها ستكونين صورة كاملة عن عقله وعن تفكيره وعن مستقبله وعن عمله وعن حياته وعن أهله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك للزوجين وأن يوفق الشباب للزوجات الصالحات وأن يوفق الفتيات للشباب الصالحين. اللهم